بهذه الضيعة الفلاحية بجماعة بن حمد الشرقية وعلى غرار مختلف المحيطات الفلاحية المزروعة بأشجار الزيتون بإقليم شفشاون، حركية مهمة وانتعاش اقتصادي يسود بانطلاق موسم جني الزيتون الذي حل متأخراً ارتباطاً بتأخر الأمطار. تأخر في انطلاق موسم الزيتون وتساقطات مطرية عرفها الإقليم خلال نوفمبر المنصرم كان لها وقع إيجابي على الإنتاج الذي تساهم العديد من المعايير في الرفع من مردوديته وضمان جودته. احنا الحمد لله في موسم ديال جني الزيتون اللي كنا مولفين كنبداوه في شهر 11 نظرا ولكن نظرا للتاخر ديال التساقطات بديناه دابا في شهر 12، وهذا الشيء انعكس علينا الاحسن حيت دابا الانتاج وصل ل 25%. هذا العام كيعرف الزيتون واحد الانتاجيه اللي مهمه نظرا للتساقطات الاخيره ديال تساقطات الامطار الاخيره، وكذلك حتى بالنسبه لهذا الضيعه النموذجيه اللي كتعرف واحد الاستعمال ديال واحد التقنيات حديثه اللي كنواكبوا من خلالها كنواكبوهم كمكتب استشاره فلاحيه. إنتاجية عالية تميز موسم جني وعصر الزيتون بإقليم شفشاون خلال هذه السنة، ينضاف إليها ظهور مبادرات نوعية ضمن وحدات عصر الزيتون والمرتبطة بإعادة تدوير مخلفات عصر الزيتون بتأثير لأبعاد اقتصادية وبيئية مهمة تساهم في الحفاظ على المحيط الطبيعي لمعاصر الزيتون وتحقيق تنمية مستدامة بالإقليم. من ذلك فإن بعض الوحدات عصر الزيتون في إقليم شفشاون بدات كتاخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، وعلى سبيل المثال هذه الوحدة هذه اللي كتقوم على مبدأ زيرو ديشي، حيث أنها كتقوم باستغلال ديال المخلفات ديال عصر الزيتون بما في ذلك المرجان والفيتور، وتقوم باستغلالها في صناعة الآجور، شيء اللي كيمكنهم من الحد من الأثر البيئي من جهة، ومن جهة أخرى من تقليص الكلفة الطاقية لصناعة الآجور بحوالي 40%. شي حاجة متضيع تنبداوها من الوراق ديال الزيتون، الوراق ديال الزيتون عندنا الغنم هنا في تربية المواشي غير داك الشيء باش التجارية غير ديالنا تنعطيوهم ياكلوا داك الوراق، إذا الوراق الفيتور كاع الفيتور اللي تنتجوا تنديوه عندنا وحدة هنا ديال الإنتاج ديال الأجور تنطيبوا به الأجور. بموسم عصر الزيتون تبرز أهمية هذه السلسلة في تنمية المجال القروي لشفشاون، ومع الاهتمام بإعادة تدوير مخلفات عصر الزيتون بالإقليم يمكن أن يلعب هذا القطاع دوره الحيوي دون تأثير سلبي على البيئة والموارد الطبيعية في المستقبل.